على بعد 85 كيلومتر شمال العاصمة بغداد تقع قاعدة التاجي التي بنيت في عهد النظام السابق، حيث تحوي على مطار وقاعدة عسكرية ضخمة، كما تضم أكبر موقع لصيانة الدبابات في العراق. عند العام 2014 قوات التحالف الدولي مسكت زمام الأمور في هذه القاعدة إلى جانب مواقع أخرى على مستوى العراق، بعد أن جاءت بدعوة رسمية من قبل العراق لمواجهة التنظيم داعش وعملياته الإرهابية داخل البلاد من خلال تدريب وتقديم المشورة العسكرية في مجالات وتخصصات متعددة. فقد تدرب أكثر من 47 ألف من أفراد قوات الأمن العراقية. هزيمة داعش وتحقيق النصر التي حققتها القوات العراقية سمح للتحالف الدولي بتحويل تركيزه ودوره في العراق، وباشر بإعادة تسليم مواقعه للجانب العراقي ومن ضمنها قاعدة التاجي، وهي عملية التسليم الثامنة. As a representative of both the coalition أنا ممثل من قوات التحالف العميد الأسترالي، وأيضا عملت مع القوات النيوزلندية. أتيت إلى العراق من سنة 2014 وغادرنا معسكر التاجي تقريبا 2017 في المرة الأولى، وبعد ذلك رجعنا، والآن مستمرين للعمل نيوزلند وأستراليا معا، لأن السبب قوات الأمن العراقية الآن قادرين على العمل بمفردهم، يستطيعون التدريب ويستطيعون العمل كذلك في عمليات مفردة بدون حاجة إلى قوات التحالف. هذا السبب احنا سوف نغادر معسكر التاجي، لأن القوات العراقية قادرة على العمل بمفردها للقضاء على المجامع الإرهابية والقضاء على داعش. ما تبقى من أفراد قوات التحالف الدولي أعلنوا مغادرة التاجي في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من نقل المعدات إلى قوات الأمن العراقية. 2000 جندي الذين كانوا في قاعدة التاجي متمثلين بعدة دول مثل نيوزيلند وأستراليا والدول الأخرى، معظم هؤلاء الجنود عادوا إلى ديارهم. المتبقين في يومنا هذا هو تقريبا 300 جندي، وبعد هذا الاحتفال سيقومون بتسليم ما تبقى من معدات وما تبقى من أجهزة لقوات الأمن العراقية، ومن ثم يقومون بالانسحاب التام من قاعدة التاجي والذهاب إلى معسكرات أخرى في الشرق الأوسط. عودة المواقع العسكرية إلى حاضنة العراق من جديد جاءت تأكيداً على تمكن القوات المسلحة العراقية في مواجهة الهجمات الإرهابية، وهذه الإمكانات العسكرية عززت بخبرات متنوعة قدمها الشركاء الأمنيون من مختلف دول العالم. من داخل قاعدة التاجي ندى المرسومي، التغيير.